كيف تقوم بوضع الصور. هنا في الأسفل تقوم بالضغط على هذا الزائد، السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة وشروحات مفيدة بسرعة نتطرق إلى هذه الخدمة الخاصة بجوجل ستريت فيو، وهي صور حول العالم بتقنية 360 درجة. كيف أستغلها وكيف أعمل عليها وكيف أضيف صور خاصة بي في أماكن مثلا أثرية أو أي مكان؟ كيف تعمل؟ عند الدخول إلى الصفحة الخاصة بها ستريت فيو، تذهب إلى إكسبلور تعني اكتشف، ثم تنزل إلى الأسفل إلى الخريطة العالم. من هنا تبدأ مشاهدة الصور. يمكنك تكبير الصورة هكذا أو العمل عليها صغيرة. مثلا أختار مكان أريد مشاهدة صور فيه، مثلا مكة. ثم الحرم، هذا الحرم. أغير صور إلى ساتيليت هكذا ليظهر بشكل أوضح. هنا أريد كما تشاهدون هذه النقاط الخضراء أو الزرقاء هي صور بتقنية 360 درجة. لمشاهدتها في الموقع تأخذ هذا الرجل، تقوم بسحبه، مثلا تضع هذه الدائرة كبيرة فوق دائرة صغيرة. نشاهد بعض الصور. هذه صورة من الحرم المكي في مكان من الأماكن من الخارج نوعا ما. تبدو الصورة قديمة لأن هناك إنشاءات، أظن أنها صورة قديمة نوعا ما. نعود مثلا لاختيار صورة من الداخل، من هنا أقرب. كما نشاهد كذلك هناك حاج قريب إلى الكعبة المشرفة وصور واضحة جدا بتقنية 360 درجة كما نشاهد باب الفتح. نختار مكان آخر في حول العالم، مثلا أعود إلى الجزائر، أذهب إلى الجزائر وأشاهد. هنا الزوم يمكنك استخدام هذا الزائد والناقص أو الضغط مرتين يقوم بالزوم. نذهب إلى هنا إلى القصبة القديمة، هناك صور كثيرة، نختار أي صورة مثلا هذه. شاهد هذا مسجد كتشاوا من الداخل، يبدو أنه معرض كما شاهد. اختار صورة كذلك أخرى، اختار هذه الصور، وهذه صور من بيوت القصبة داخل القصبة كما شاهد. هناك سهم عند الضغط عليه يأخذك إلى صورة أخرى، صورة ثانية كذلك، يبدو أنه قصر من قصور القصبة. نمر مثلا من هنا كذلك من هنا، صور متعددة. يمكنك مشاهدة أي صورة حول العالم بهذه الطريقة. وجدت حتى أنه هناك صور في عرض البحر كما شاهد هنا، مثلا هذه صورة، مثلا هذه صورة من فوق باخرة كما نشاهد، وهي باخرة خاصة بالبضائع. الآن بعد هذه طريقة مشاهدة الصور، ماذا لو أردت وضع صورة خاصة بي؟ مثلا كنت في شاطئ أو مكان أثري أو في غابة أو شيء، أريد وضع صورة. أولا يجب أن يكون لديك كاميرا 360 درجة، والعمل على بتطبيق الخاص بهذه الخدمة اسمه ستريت فيو. ننتقل الآن إلى الموبايل ونشرح طريقة عمله. من الموبايل تحتاج هذا التطبيق اسمه ستريت فيو، نقوم بفتحه. للعمل به يجب أن يكون لديك حساب في جوجل ونفسه حساب يوتيوب أو جيميل أو غيرها. كذلك يمكنك مشاهدة صور من هنا بمجرد كليك مرتين والتكبير ومشاهدة صور بشكل عادي. الآن أمر إلى كيف تقوم بوضع الصور. هنا في الأسفل تقوم بالضغط على هذا الزائد، لديك ثلاث خيارات. خيار الأول فوتو سفير، يخص إن كان لديك عند الضغط عليه مثلا. هنا يقول لي أنه هذا الموبايل
لا يحتوي على كاميرا 360 درجة. خيار ثاني وهو import photo. هذا هنا تقوم بجلب الصور، مثلا قمت بتصويرها من قبل، فتقوم بجلبها ووضعها مباشرة من هذا الخيار. الخيار الأول إن كان لديك الكاميرا متصلة بالموبايل مباشرة، ففي تلك اللحظة مباشرة تختار هذا الخيار Connect كاميرا Wi-Fi، يعني اتصال بين الموبايل والكاميرا، وتعمل مباشرة تضع الصور. هذه طريقة عملي. هي صراحة شفت صور كثيرة لمحلات وداخل مساجد وغيرها، فطريقة مميزة لترويج ربما لأي محل أو محل ملابس وغيرها. أتمنى أن يفيدكم هذا الشرح. كان هذا الشرح اليوم، شكرا للمتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى الشرح القادم، سلام.